يقول الوالدة كانت مسحورة قبل 30 سنة، وقبل أسبوع فاجأتني بأنها إلى الآن تحتفظ بالسحر داخل غرفتها بحالته الأصلية، وهي عبارة عن صخرتين بحجم قبضة اليد مكتوب عليها السحر. هل احتفاظها بالسحر بحجة أنه دليل على أنها قد سحرت فيه ضرر؟ ليش؟ لماذا تحتفظ بها؟ لا، ما يصلح أن تحتفظ بها، بل عليها أن تتخلص منها، مع العلم أنها تقول كل ما تدخل البيت يجيها ضيق نفس وتشعر بالحزن، وتستدل على ذلك بأنه يوجد سحر آخر جديد غرفة. أنا أقول الناس لا يبالغون في موضوع السحر، كل شيء سحر، كل شيء سحر. السحر حق وحقيقة ونؤمن به، ولكن بعض الناس يبالغ يقول كل شيء سحر سحر سحر، غير صحيح هذا أبدا، ويصير يفتشون في كل شيء. الأصل عدم السحر، الأصل سلامة، لكن إذا ثبت على الإنسان وجود سحر أو كذا فيزيله، والحمد لله. نعم.